سرك محلك يا عم الشيف، احنا معانا الماتيريال زي ما هو. فبيسالوني دايما السؤال ده، بتسال بعد ما بقدم الحلقه هتبدا بايه يا شيف؟ فانا عايزك برضو وانت في المطبخ كده تعرفي ايه الحاجه اللي هتاخد وقت كتير على النار، وايه الحاجه اللي ممكن ما تاخدش وقت كتير على النار، وايه اللي تدخلها الفرن وتخلصي منها. معانا سمكه هتستوي جوه الملح وعايزين نضمن ان هي استوت، فانت بتعمليها وتخلصي منها وتدخليها الفرن، والفرن خلاص مش هيشغلك، وتبداي بعد كده في التفاصيل التاليه. معانا بربون ومعانا صياديه، هنشوف مع بعض مقادير سمكه القاروص على الشاشه. معانا ملح خشن، ولازم يكون خشن بالشكل ده كده، حلو الكلام، ملح خشن اه. ومعانا سمكه قاروص وزنها تقريبا 2 كيلو، ومعانا بياض بيض لخمس بيضات، ومعانا التوم، معانا زعتر، معانا روزماري، معانا سلايز من الليمون، معانا فلفل، والتتبيله والتوبنج والحشوه بتاعه السمكه معانا، حلو الكلام. هنتكلم عن الملح اهم حاجه، لان هي القصه كلها. احنا ممكن نسوي القاروص بشكل مختلف، نعمله صينيه بالفرن بالبطاطس بالوايت صوص، نعملها سنجاري حسب الرغبه، ولكن لما اتعامل مع الملح لازم اتعامل معاه بحذر. معانا بياض بيض بالشكل ده كده هنحطه، وبالمضرب نخفقه جيدا، حلو الكلام اه. بياض بيض لغايه لما يديني كده هشاشه او قوام اه، سريعا كده. ده بياض البيض بقى بالشكل ده تمام زي الفل. باخد بياض البيض ده واحط عليه الملح، ده ملح خشن اه. كل ده ملح للسمكه يا شيف، ده تعمل فسيخ، هو الفسيخ حتى ما بيتعملش من الملح ده كله. ونقلب الملح ده مع بياض البيضه ده كده، نحاول نخليه ايه ينسجم معاه اه، يفلفله يعني، حلو آه. ليه يا شيف؟ حد سألني السؤال ده ليه؟ احنا قاعدين دلوقتي بنتابع الشيف المغازي، بنتصل ونسأل، اسأل انا اقول انا يعني؟ اقول المعلومه دي؟ وجود بياض البيض مع الملح هنا بيديله سماكه ويديله قوام ويقفل المسام، علشان احنا عايزين البخار اللي هيطلع ما بين الملح والسمكه يساوي السمكه اه. اه بياض البيض كده كله مع الملح اه زي الفل. اشيله كده واخليه على جنب، ونجيب السمكه الحلوه بتاعتنا دي كده، اللهم صل على النبي، تعالي يا حلوه، ونيجي بطنها كده زي الفل. بناخد شويه توم بالشكل ده كده جوه بطن السمكه، حلو، ونجيب بوله صغيره زي ما انا شغال كده، ونحط فيها مكعبين من الزبده، وبصلايه مفرومه ناعم، وسنه شبت صغيره، وشويه كرفس حلوين محترمين، حلو، ونقلبهم كده، زبده شبت كرفس بصلايه مفرومه ناعم، كل دول مع بعض يا شيف، كل دول مع بعض، وناخد ده كده ونحطه جوه بطن السمكه اه. انا عايز هنا السمكه ما يكونش فيها توابل كتيره، يعني دي ما تحطلهاش لا كمون ولا كزبره. ومعانا روزماري بنحطه هنا كده، ونحط الاستايز الليمون ده جواها كده في بطنها بالشكل ده كده، وكمان ليمون اهوت. ومعانا الفلفل ده برضو نحطه في الخياشيم هنا عشان يدي للدماغ دي شخصيه، لان انا شايل الخياشيم من قلبها. والعود النعناع الحلو ده مع الفلفل، والروزماري ده كله هنا اهو، كل ده جوه بطن السمك اه. الليمون ده كده مع الزبده والخلطه اللي انا عملتها من شويه اه، زي الفل. والسمكه هنا تمام، اعتقد كده عرفنا ايه الحشوه بتاعتنا تمام. هناخدها كده نرجعها تاني على الخشبه لمخرجنا الجميل شفيق، وناخد جزء من الملح ده نحطه هنا،
الملح اللي انا قلبته مع بياض البيض، واعمل مخده للسمكه دي كده، مخده من الحرير. حلو، واحطها كده فوق المخده. تعالي يا حلوه، حلو الكلام، واتاكد ان بطنها مقفوله بالليمون بالزبده، وعود الروزماري ده مش عايزه بره، دخله جوه كمان هنا. تمام، واخد الملح ده كده واحطه فوقها كده بره. درجة حرارة الفرن عندي كام؟ 180. بياض البيض بيثبت لي الملح على ظهر السمكة. وما تخليش مكان يطلع أي بخار، اقفلي كل المسام، أنت معاكي بياض البيض هيقفل. اعملها في البيت، يعني عندنا الملح بسم الله ما شاء الله الواحات والدنيا، والملح بنصدره حاجة لطيفة عندنا، بس لازم يكون ملح خشن يا أختي، ما يكونش ملح ناعم. وبياض البيض هو اللي بيثبته، مش مية، خلي بالك. زي ما أنا شغال كده زي الفل، وناخد دول كده كمان. على فين يا شيف؟ بس خلاص لا حمرنا بصله ولا تومه ولا ايه، وجعنا عينينا ولا الجو ده. لا مش هنحط معاه بوكي جرنيه. بوكي جرنيه مين يا شفيق؟ بس هي ديك رومي، مش قولي مش هتحط بصل وطماطم وفلفل، هي ديك رومي يا شفيق خالص. لا هو الملح بس كده. شكلها يخوف. بيقول لي مش هتحط بصل وطماطم، ما قلتش وانا تخيلت والله، انت عارف. حلو الكلام. حبيبي حبيبي، دلوقتي اقول لك شفيق. حلو، درجه حراره الفرن دي كام عندي هنا؟ 180. نشيل ده كده عشان الملح ده ما يجيش في عينينا. حلو الكلام. اللهم صل على النبي. اخبار الفرن ايه؟ اوعى ما تكونش جاهز. الله، زي الفرن. خلي بالك انا عندي بربوني هدخله الفرن، فمش هوقف الفرن على السمكه واقعد جنبها بقى ايه استناها لما تستوي، والمغرب ياذن عليا استنى الملح ده هيستوي ولا مش هيستوي. حطيت السمكه في ارضيه الفرن، انت عندك فرن زي كده فلازم تظبطي امورك. هناخد الشبكه بتاعه الفرن ننزلها على الوش هنا كده، علشان عندنا بربونه هندخله الفرن. بس خلاص هجهز كده البربونه هيخش بعدها على طول. ايه البياض الحلو ده؟ عايز اشوفه تاني والنبي يا فاروق يا شفيق، بعد اذنك ابص عليها والنبي اودعها. شكلها ابيض وحلو بسم الله ما شاء الله. حوت جوه الفرن، نطلع السمكه بتاعتنا من الفرن، سمكه القاروص نطلعها من الفرن ونبص عليها. احنا معانا وقت قد ايه يا استاذ الرحاب للامانه؟ حلو. شوفوا بقى، انتوا اتعودتوا من الشيف المغازي الصراحه والمصداقيه، حتى لو السكينه على رقبتي اتعودت على كده. طيب سمكه القاروص دي علشان وزنها زياده دي عايزه لها ساعه في الفرن بالشكل ده كده، عايزه لها ساعه في الفرن بالشكل ده كده. احنا نشوفها مع بعض كده. مخرجنا اساتذه المصورين حبايبي، دي عايزه لها في الفرن ساعه. هي دي الصراحه، شايفين الملح لونه ما اتغيرش، ولما تيجي تكسري الملح تكسريه بسطور. حلو الكلام، او بسكينه تكون سميكه شويه زي اللي معايا دي كده. ولكن زي الشيف المغازي بيقول، فين ديل السمكه وراس السمكه؟ يعني حد يقول لي ديلها وراسها فين؟ هي كلها في ملح، اكيد الراس هنا والديل هنا. حلو الكلام، فنيجي من عند الراس كده. شايفين الصوت ده كده؟ شايفين الصوت الملح ده كنا نعرف نخبط فيه قبل كده. ايه الاخبار؟ شفت استوت. براها خالص كده ونشيل. خلي بالك ممكن تكون عايزه شويه سوى وانت بتكسريها بالراحه عشان الملح ما يخشش جواها. زي ما انا شغال كده. حلو الكلام. ما تتفتحش خالص غير لما تطلع من الملح. بالراحه خالص كده تفصلي الجدار الخارجي من الملح بالراحه. تبقى معانا بالشكل ده كده. هنطلعها بسرفيس، بس خلونا اطلع الايه؟ الزلابيه بتاعتي.
بالشكل ده كده. كده السمكه جاهزه ان هي تتشال من الملح. شفت دي كده؟ سؤال جالي دلوقتي من الكنترول، ينفع نعمل البوري بنفس الطريقه؟ لو معناش نجيب قاروص ينفع، واعمليه على مسؤوليتي. وعلى بالفكرة البوري هيطلع احسن من القاروص كمان، لان البوري وزنها صغير. عينيا البوريايه وزنها صغير فهتستوي معاك بسرعه. We'll be right back.